من هي شو محمد؟ يسعدنا أن نقدم لكم إجابات الأسئلة المفيدة والمجدية، وهنا في موقعنا موقع الشهاب الذي يسعى دائماً نحو إرضائكم. أردنا بأن نشارك بالتيسير عليكم في البحث، ونقدم لكم اليوم جواب السؤال الذي يشغلكم وتبحثون عن الإجابة عنه، وهو كالآتي: من هي شو محمد؟ الموديل شو محمد. شو محمد هي فتاة سورية الجنسية تعيش بالمملكة وتعمل فاشينيستا، حيث تقوم بعرض آخر الأزياء والصيحات في عالم الموضة والملابس والإكسسوارات. ومن غير المعروف سن شو محمد بالتحديد، ولكن المؤكد أنها لم تبلغ السن القانوني بعد. شو محمد هي عارضة أزياء سعودية تبلغ من العمر 17 عاماً، درست المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، كما درست الماجستير في مجال كلية الإعلام. دخلت في مجال عروض الأزياء منذ عام 2016، كانت كل اهتماماتها في مجال الأزياء والتجميل، حيث كانت تسعى للشهرة بهذا المجال، حيث أكدت شو محمد أنها وخلال مرحلتها في مجال عروض الأزياء واجهت صعوبات كثيرة في مدرستها ومن الأهل، حيث حدثت لها الكثير من المشاكل لأن المجتمع أو البيئة التي كانت عايشة فيها لا يتقبل هذه المهنة بسهولة. كما أن شو محمد تسعى لأن تكون مصممة أزياء عالمية مشهورة، مشيرة إلى أنها تحب إيلين وتتخذها قدوة لها، مؤكدة أن أسرتها وأقاربها أصبحوا يدعمونها ويشجعونها. كما أصبحت من مشاهير السوشيال ميديا بالمملكة العربية السعودية، حيث يتابعها على حسابها الرسمي في إنستغرام وصل إلى 1,000,000 متابع. شو محمد كم عمرها؟ لا أحد يعرف هذه الإجابة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.